شوفي شو عم يصير. ولك او كنت اربقة ولا بتبحوا قدامكن. بعدوا لك وإلا رح أقتلكن أوندير هاد تبعكن. ما فيك تقتل أوندير يا غبي. ليش ما بتعرف أن أوندير ما بيموت؟ بيموت ولا ما بيموت هلأ رح نجرب ونعرف يا غبي. أصلاً هذا الراس واقف حاجز هون مثل ما أنك شايف. بقطعه ولا بسأل؟ زعيم لك زعيم الأحمق عم تحاول تقتلني ولك؟ تراجعوا لشوف يلا. بس أوندير أنت اللي قلت لنا أنه حضرتك ما بتموت. ما؟ شو يعني كذب؟ لك يا أحمق قلت لك وقف. أنت ما بتفهم الكلمة أبداً. تراجعوا له شوف يلا. تراجعوا يلا. اتركوني بقى. شو يا أوندير؟ قال أنت ما بتموت. خلينا نجرب يا ترى بتموت ولا لا؟ ها؟ يا ابني ولك ابن شو؟ احكي مثل الخلق والا بشختك. ايه تمام اخي صديقي. اسمع اذا لمستوا شعره مني ما حدا منكم رح يطلع عايش من هون. تعرف ما هيك؟ ولك خراس بقى. وقول لكلابك اللي هون مشان يتراجعوا يتركوا رفقاتنا يطلعوا من هون قبل ما اقطعك فورا. يرمو اصحى بقى عم تطلع عن الخطة يا زلمي. انا عم بحكي معك. اعطي الامر لرجالك مشان يطالعوا رفقاتنا من السجن بسرعة. زعيم لك اعملوا اي شيء. شو رح نعمل لك؟ اتركوا هدول الرجال خلصوني منهم. استعجلوا يلا لك خلصوني منهم. ولك ما عم تسمعوني؟ رح تتركوني بين ايدين هدول. لك شو صار ولك؟ ها؟ شايف شالة الحرية تبعكن انطفئ فوراً؟ ها؟ شو صار معكن يا زلمي؟ هلأ بدكن تقولوا لنا وين حاجزين رفقاتنا يا واطي فهمت؟ ونحن رح ناخدهم وإذا صاروا عملتوا أي حركة غلط أنتوا وأوندير هذا رح تموتوا. مو علينا هالحركات ولك. إذا لمستوا شعرة واحدة من أوندرنا رح أدفنكن هون كلياتكن. لو خايفين من الموت ما كنا رح نكون هون ولا؟ عزو أنت ادخل لجوا نحن رح نجيب رفقاتنا ونجي فورا. تمام دعا معي ولك. يلا اعملوا اللي بيقولوا عليه زعيم. أنا بدي عيش ولك. الأكراد والقضية بأمس الحاجة إلي. هلأ مو وقت الاستشهاد. هلأ مو على أساس أنت ملحد؟ شايفك عم تستخدم مصطلحات دينية مثل الشهادة وغيرها. لخدوا اللي بدكن ياه واتركوني. هذا الشعب بحاجة إلي. ايه بلا نفوت دوران بقى. يلا هناك قلن يتركوا رفقاتنا. يلا ما عندنا وقت نضيعوا معكن بنوب. يلا زعيم اعمل اللي بيقولوا عليه. حرم هلا خدنا لعند رفقاتنا. يلا يلا تعا معي يا خاين تعا. وانا رح علمك كل الكلمات الدينيه. عدنان رد على التليفون. يلا بتقول طلعت على الجبل. عدنان خلص بنتي خلصها. معلم تليفونك عم يرن. تفضل غريبك. الو عدنان اسمعني منيح. اللي خايفين منه صار. المقاومين هجموا على المعسكر واخدوا أوندير رهينة. طيب كيف قدروا يعملوها؟ كل هدول اللي بالمعسكر وين كانوا؟ كيف قدروا يدخلوا؟ ترك الأسئلة هلأ وتعال هون. نحن محتاجين لأوندير. هدول مو معروف شو ممكن يعملوا. وإذا قتلوا لأوندير ما رح نقدر ناخد اللي بدنا اياه من التنظيم أبدا. وشغل كل هاي سنين بلحظة رح نضيعه. في 50 رجال على الدور اللي بيتبعوا أوندير ومن هون بيطلع تنظيمات كتيرة وهيك بتروح السلطة لناس غيرنا. أنا ناحي المعسكر
ما رح طول بوصل شوي تانية. رايحين على المعسكر، المقاومين أخذوا أوندير رهينة. ماشي معلم، يلا. بتول شو عم تعملي هون؟ مثل ما عم تعمل انت هون انا كمان مثلك حسن. نحن مو وعدنا بعضنا؟ ما قلنا انه رح نكون للموت سوا يا حسن؟ شو صار لحتى طلعت لهون؟ رجعي بتول، هذا المكان مو مناسب لك. رجعي بتول، رجعي فورا. طول ما انت رافض تحكي لي ليش عملت هيك ما رح روح لمكان ابدا. روحي من هون بتول، ما بدي شوفك بنوب. ليش هيك عم تعمل حسن؟ نسيت انه انا من شانك ضليت بالضيعه، بالرغم من رغبه امي انا اللي كنت عم بقنعها دائما. انا ما تخليت عنك ابدا، وهلا انت من دون اي سبب ليش عم تتركني احكي؟ ليش عم تتركني وتروح؟ قلي، اعتبريني ميت ونسيني. انت وامك روحوا على المدينه، لا عاد ترجعي لهون مره ثانيه. روح مو هيك بهاي البساطه؟ طول ما انك مصر تخبي ليش تركتني، انا ما راح روح لاي مكان يا حسن. امشي ولك، امشي يلا. يلا تحرك. يا الله كيف رح طالع من هون؟ ما رح تستحمل هون يومين؟ هذا هو المكان، لنقول انكم اخدتوهن. فكرتوا كيف رح تطلعوا من المعسكر؟ لا تحكي كتير، هذا شغلنا نحن مو شغلك. مثل ما عرفنا ندخل لهون رح نطلع، يمكن كمان ما نطلع ونقلب الدنيا عليكم. ولك احكوا شيء، احكوا لشوف. لا تموتوا، لا تموتوا. ديالا، عياش، يا اختي لا تموتوا، دخيلكم تتحملوا، مشان الله تتحملوا، الله رح يساعدنا بس تتحملوا. خفتوا لك ما؟ خفتوا؟ لا تسمعوا لهم، هدول اندال. جننتونا ولا؟ وانتوا رح تجنوا هون، كلكم رح تتحاسبوا ماشي؟ وهلا طعميك ياها لهي؟ اختي شو رايك؟ ها؟ قلي شو رايك؟ علوش كيف فتوا لهون؟ اخذنا وندير رهينه. ها؟ يلا ما معنا وقت كثير، لازم نطلع فورا. كرمو، كرمو وقف بكفي. كرمو، كرمو من شان الله هيك شو رح نفرق عنهم؟ فهمني. اخذتوا اوندير رهينه؟ كيف ضبطت معكم هي؟ الله اللي ساعدنا زيدان، الله اللي ساعدنا. عياش، عياش عم تسمعني؟ يلا يلا صافي. عياش ولك عياش اخي حبيبي. عياش دخيلك اصحى، لا تموت، دخيلك لا تتركنا. بترجاك قوم اصحى بقى. مي اصحى يا اخي. ايه اصحى. مي عياش اخي. عياش لك شو عم تعمل؟ عياش اصحى يا اخي. عياش صافي. عياش الف الحمد لله. يلا يلا عجلوا، يلا يلا فكوه، يلا استعجل علي. يلا عياش يلا بسرعة، لازم ناخده على المستوصف فورا. يلا فكوه، يلا بسرعة. فكوه يلا. عياش استحمل يلا. عجلوا شوي. تعال هون، لا تخاف، تعال لنا. عود هون. عفوا ما قدرنا نتعامل معك بنظف، يعني عود. هات ايدك هيك كمان، هات ولك هات تضرب يا المدير. ايوه خلصنا حلو. ها
كلكم رح تتحسبوا على اللي عملتوه، كلكم، ولا واحد منكم رح يهرب من عقابي، وانتو رح يكون عقابكم كبير كتير من دون رحمة. بيوم من الأيام كنتوا آكلين شاربين من التنظيم ومحتميين فيه، بسرعة نسيتوه؟ يا خوني يا قليلين الأصل. ومن هون لهون لا تاكل هم، التنظيم كذب علينا بما فيه الكفاية وبهدلنا كثير يا زلمي، يعني خلاص خالصين، ما ضل بيناتنا حسابات علقة، ايه ضل إلنا حساب بسيط مع التنظيم. وهين كمان عقلك ما بيستوعبها. انت كمان مرق عليك اليوم، اذا عرف انك حامل شو رح يعمل فيكي؟ انت شو عم تحكي؟ حلي عني بقى. ليش خايفة؟ انا مو معترضة ابدا، طبعا خايفة انه ابنك يضل من دون اب. لا تخافي، اصلا لا انت ولا ابنك رح يسمح لكم تعيشوا. جهزوا المستوصف فورا، دكتور اهتم بهالزلمة. بعتولي ولاك، خليكن بعاد، اشعوا لورا. اصحكن حدا يفكر يعمل اي شيء، رح تكون اخر مره بتشوفوا فيها اوندير تبعكن. نحنا اجينا لهون مو لنرجع، اجينا لنموت. انتبهوا وكونوا عاقلين. استعجلوا. زيدان؟ 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 اسمحوا لي بدقيقة واحدة، ما بتأخر. بس استعجل. يلا، لازم نلحقوا على المستوصف. انتبه يا علي. دقيقتين وبرجع. ماشي، ماشي، استعجل. زهرة؟ ما بعرف حدا بهالاسم بنوب، كنت بعرفه بزماني، بس خلاص هلأ قتلته. أنا زهرتي ما بتموت أبداً، وإذا ماتت بتضل بقلبي، كأنه الحب اللي ربطني فيها ربط قلبي بقلبها، ليدقوا اتنيناتهم سوا، وهو على طول بيحسسني فيها. قلبي من زمان تعود يدق لحاله، هيك أحسن بكتير، لا بيحس بالإهانة ولا بيهين حدا، ورح يضل يدق لحاله هيك. لا تقولي هيك زهرة، ليش امتى انا اهنتك؟ ذكريني، بترجاكي لا تحكي هيك. تعي اسمعيني وارجعي، ارجعي معنا وكل شي بيرجع مثل قبل، وعلى القليلة توقفي معنا ومع ديالة هنيك، وبتساعدي للحاج عبد الله. ايه انا ما عاد إلي رجع بنوب يا علي، انا اخترت طريقي ونسيت كل شي كان بالماضي. وأنا كمان نسيتيني؟ إيه نسيتك أنت كمان. بتول، بتول وقفي، بتول. زهرة شوفي، ليش عم تبكي؟ ما في شيء، أنا منيحة. ألو. ألو زعيم، نحن بمدخل المعسكر تماما، رح أبعث لك قادر ومعه أني نتغاز، هو بيعرف شو بيساوي.
وما رح يدروا بأي شيء. ليش هذا الغاز قاتل؟ تزعل إذا مات أوندير تبعك؟ بزعل وبزعل كتير كمان، بس إنه أخذ العلم كمسيرة مستمرة للتغيير إلي شرف. جبتها سيدي. أنت رح تدخل لجوا قادر، ورح تاخد هاي القنينة للزعيم، ونحن رح نأمن الأجواء هون. تمام أخي، ترك الباقي علي أنا. أنا بحب التشويق، وبعدين يمكن لاقي رفقاتي القدامى بالمعسكر. يا أنسة وقفي شوي، لوين رايحة هيك؟ مين أنت؟ أنا جديدة اليوم وصلت. عم تدوري هون على الفاضي، مو شايفة؟ أصلاً الأجواء معكرة، حرام تروحي بين الرجلين. وقفي لشوف، لوين رايحة؟ أنا قلت لك تروحي ولك يا بنت؟ رضا شو عم يصير؟ ولا شي، واصلة جديد. كنت عم قلها الأجواء معكرة هون، ليش عم تفتلي لحالك؟ بتقول وقفي واسمعيني. شوفي، هذا المكان مو آمن، هون ممكن يصير أي شي. يلا رجعي فورا. ما رح أرجع، رح ضل هون لموت. أصلا ما رح أستحمل كتير، لا تخاف بموت فورا. بتقول اسكتي، لا تقولي هاد الحكي. ما تاكل هم، ما رح أحكي بعد هلأ، مثلك تماما، لأنه ما بعرف شو مشكلتك، بس ما رح أتحرك من هون لحتى أعرف. ما في شي لازم تعرفي، اللي فهمته أنه عندي القضية قبلك متعلق فيها، مو أنتي اخترت قضيتي، هذا هو الموضوع. معناتها أبي كان معه حق، يمكن أنت ما حبيتني أبدا. ما في داعي للكذب بنوب، مثل ما قلتي. يعني أبي كان معه حق ما هيك؟ أنت ما حبيتني أبدا؟ كان عندك مشاكل وهموم تانية ما هيك؟ الله يسامحك يا حسن، بس هذا الموضوع ما رح ينتهي هيك، مو أنا، إذا عندك ضمير هو رح ينتقم منك. ما رح روح من هون، ورح موت قدام عيونك، وإنت اللي رح تكون السبب، فهمت؟ إنت السبب. بكفي بتول، بكفي بقى. بدك الحقيقة؟ أبوكي، أبوكي هو اللي جبرني على كل هالشي، عذبني كتير وأخذ كل شي مني، أخذ مني رجوليتي، أخذك مني، وأخذ مستقبلي. هو دمرني. حسن، منيح هيك بتقول؟ هاي عرفتي، روحي وتركيني بحالي بقى. بكفي انت وياه، انتو اتنين رايحين. اختي. هاي اختك؟ اسمعوني منيح، كلنا سوا رح نهرب من هون، فهمتوا؟ اختي انت خدي بتول وروحوا، انا مكاني هون صار. هون لا مكانك انت ولا مكاني انا، عمر الواحد منا هون بالكتير سنتين، ومين بيقتل مين ما حدا بيعرف، عم يلعبوا فينا مثل الحجار. احسن شي انه نهرب من هون ونخلص، وبما انه الاجواء جاهزة ومعكرة كلنا رح نهرب. حسن بترجاك تعا معنا، اترك العناد مو وقته أصلاً. أنا ما فيني حب حدا غيرك حسن، انسى أنك تنتقم من أبي، انسى. عم تحكي مزبوط حسن، كل شي وقوله حل، لا تبهدل حالك وتبهدل بتول معك كمان.
إذا رح تضل هون أنا كمان رح ضل معك. لازم تعرف هالشي. يا بتول، فكرة الأمور بهالسهولة. تمام بتول، منروح. ما دام أنت ما عم تتركيني وأنا ما رح أتركك أبدا. يلا يلا خلونا نروح يلا. ديالا مي 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 ديالا. زيدان زيدان وقف، شو عم تعمل؟ طلب مي طارق. ديالا سامحيني. ديالا أنا، أنت عملت اللي عليك طارق، أنا ما في عندي أي عتب عليك. بوعدك يا ديالا، بوعدك، ضل شوي وبأكد لك كل شي رح ينتهي إن شاء الله. طارق إن شاء الله، استعجل، ما معنا وقت كتير. يلا ديالا. طارق طارق طارق، خلونا نستعجل، ما بدي يصير معنا هون شي محاسبين حسابه. صافي، لك يا صافي اسمعني شوي، هلأ وقتها، هاي الجبال مشتاقة لصوتك، بدي تطلع وتقدم بصوتك. يلا يلا صافي. تمام زيدان، الشافي والمعافي ربنا. مزبوط، مين بيهدي وليش بيهدي ما حدا بيعرف. يلا يلا يا أخي. ضل شوي بس وكلكم رح تموتوا، أوندير كمان رح يموت، والقائد الجديد رح يكون زعيم الجبار. سيدي الزعيم، الرجال اللي بعته عدنان وصل. حلو 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 كتير. يلا 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 يلا.
وصلاتك رح خليك تصليها على صجرك. اختي قولي لي، انت منيحه؟ زعيم انا هلا بجي. لك شو صار لك منال؟ منال انت منيحه؟ لا تزعلي منال، انا كمان مريت بهي الحاله. رح تسقطي لهذا الولد كرمال مصلحتك وكرمال مصلحه ابنك كمان. خلونا نروح بقى. يلا وبعدين مع القصة. يلا أنا صار جاهز زعيم، شو رأيكم نبلش بقى؟ يلا هذا مو يوم لزيارة. عنا شكوك عن سلامة عندير، بدنا نشوفه. ما تاكلوا هم، بعد شوي رح تشوفوا. طالعونا من المخيم بعدين اصمدوا قدامكم وتفرجوا عليه. ما لنا اصحاب مرا بعندير تبعكم. واخيرا مسكناك العمى. شو تقبل ولا حرف ولا حرف روحك تركوني خلاص بقى. لك سكوت خلاص خلاص ولا حركة. لك خلاص ها ولا حركة. أنا محلولة. لا خلاص أعمل لك. عود ولا حركة ولا حركة. سكوت ولا حرف ولا بطلع بروحك. سكوت ولا حرف. ايه يا عندير المحترم، هلا شو رح يصير لك؟ ولك انتهيت ولك نهاية وسخة كمان. لك اسمعني، انت عنصر قديم من ايه؟ زمان تركت التنظيم ورحت، يعني اذا تركتني ايه تركت الحمد لله وفكيتني من الكلبشات انا بعطيك الجنة اذا بدك الجنة. ايه لا بغيره، الجنة تبعك عندي جهنم ولك. ليك في هي الخزنة ومفتاحها بجيبتي، إذا بدك خد شو فيها. أضحكت ولا عم تضحك علي؟ لك لا، إيه هون. إيه أيوة افتحها. نفتحها لكن شو عم بعمل؟ عم سكرها؟ لين شو؟ يلا ها؟ أنا بحياتي ما شفت خزنة يا زلمة. خزنتك خرباني ولك؟ لك مو هيك بتنفتح. شفت؟ ولك اللي عندي أكثر من اللي عند عدنان ولك؟ شو بيعملوا هدول ولك خنزير يا خاين الدولة؟ هدول كلهم إلك. بلا بلا كمان في صور البنات يلي مرقوا على بيت الاختبارات، اختار وشيل على ذوقك، خود يلي بدك ياها. ورجيني ليشو ولي يا عبو. صدقتني ما شفتون؟ اي وحده بدك اياها ها؟ لا تونشي لي راسي عن فاضي ولك، مصرياتك انت ما بتكفي لحتى تشتريني، شياطين مثلك كثير حاولوا معي بس للاسف. نحن راسنا حطينا على هذا الطريق وندير افندي، يعني تخلينا عن امور الزعبره تبعكم. لك عندي انت كمان عم يصير معك مثلي. اختي زهرة بخوا الغاز بالمغارة رح يخنقوا لعزو. معلم طارق، معلم طارق، المغارة اللي فيها عندير بخوا فيها الغاز ورح يخنقوا لعزو، شو بدنا نعمل؟ انت شو عم تقول يا علوش؟ زيدان انتو خدوا ديالة وعياش وانا بهتم بكرم وعزة. ما بيصير يا طارق، نحنا مو هذا اللي متفقين عليه، نحنا على الحلوة وعلى المرة سوا. لوين طارق؟ استنى
زيدان، إذا أنا لساتني قائد فرقة المقاومين فأنا عم وجه لك الأمر، خذن وروح. أنا أخذت منهم هدول يا زيدان ورفضت لهم مخازن الأسلحة. حلال عليك، حلال عليك يا طارق. وهي كمان خذ علي. ماشي زيدان، ومشان الطلعة من هون أنا أخذت كل احتياطاتي. أنتوا ما تاكلوا هم، أنا دبرت كل شيء، أنتوا هلأ روحوا. ماشي طارق، خلص مثل ما بدك. يلا علوش أختي، يلا أخي، يلا يلا عياش، يلا يا أخي تحمل شوي. يلا يلا مكافحة النمل تمام. يلا روحوا، رح ندبر الباقيين. أوندير انت ارتاح شوي. يلا روح تتحرك، خلاص اتركوني. يلا اتركوني، انتو مو مداحصين مع مين عم تلعبوا يا عديمين الشرف. انتو لسه ما بتعرفوا مع مين على الأنين. ولك اتركوني، اتركوني ولك زهرة. مشان الله قولوا لي انا بحلم ولا بعلم. الله وبعد زمان يا حلو. ولك اشتقت لك كثير يا زهره. انت شو عم تعمل هون؟ وبعدين قل لي ليش هيك لابس. انا جيت لحتى خلصك. يلا 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 بسرعه، استعجلوا بسرعه بسرعه. يلا الحقون حقون بسرعه، عجلوا عجلوا لا توقفوا. امسكوهم كلهم ولك، امسكوهم وقتلوهم كلهم. لازم يموتوا ولا رح تموتوا واحد ورا الثاني. يلا 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 ما اشتغل شغل بالهبل يا زهرة، وبوعدك عن قريب اني اخذك من هون. والله العظيم كله مشان عيونك يا زهرة. انتي بس استنيني شوي، رح اخذك من ايدك ونروح لمكان بعيد. انتي مرته لقادر، انتي ما رح تشتغلي شي، وايديك الناعمين هدول ما رح يشوفوا مي باردة ابدا. ما كفاك؟ ما تعبت؟ ما كفاك اللي عملته؟ بسببك انت وقعت بالجبال. ما بكفي بعدني عن علي؟ ما بكفي كل اللي عملته يا قادر؟ ما عاد تلاحقني بقى حاج، بكفي. زهرة ما فيني اتركك، حليانة كتير يا بنت الأوادم. يا ترى من هوا الجبل خليك بعيد عنها. عنا عمو الحارس هون كمان. أنا انبسطت كتير يا زهرة، ما حدا رح يقدر يلمسك بقى. أنت لازم تكوني جاهزة بأي وقت، رح أخدك ونروح من هون حبيبتي. خاطرك شكراً أنور. أنت أمانة بكر يلدز يا زهرة، ما رح خلي حدا يضايقك. تسلم، شكرا.
جايين كونوا جاهزين. انتبهوا لك. بابا يلا حسن خلينا نرجع فورا، هلا بشوفنا. انتوا روحوا اختي، اختي بتقولوا روحوا. أنا رح أنهي القصة. حسن انسى بقى، انسى، لا تسمح لهم يفرقونا. لا تسمح لهم يفرقونا يا حسن. بتول روحوا قتلوا لهاد الوسخ، أوصوا عليه. حسن رح يقتلوك. يلا بكفي بابا بكفي، تعي اتركنا بحالنا بقى. اتركنا بحالنا. لا توصوا على البنت، بس اقتلوها الوسخ. امشي امشي، خلصينا بقى. بابا لا تأذيه. أوصوا على الواطي. حسن امشي.